في قريتنا مسجد وبداخله قبر شيخ يدعى البستاني، فهل يجوز إزالة هذا القبر المبني بداخل المسجد وندخل مكانه في مساحة المسجد؟ ففيه أناس يقولون إن هذا خطأ، وأناس يقولون الشيخ لا يضر ولا ينفع فلا داعي لإزالته، علما أن فيه حجرة وتذبح فيها الذبائح من نذور وغيرها، فماذا علينا أن نفعل به؟ أرشدونا وفقكم الله. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور واتخاذها معابد، وشدد في ذلك غاية التشديد والوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وغير ذلك من الأحاديث الواردة في منع هذا العمل القبيح الذي يؤول بالقبور إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله، وتذبح لها القرابين، وتقرب لها النذور كما ذكر السائل، فإن هذا من أفعال الجاهلية ومن فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم وصالحيهم، وهذا هو الذي أوقع الشرك في قوم نوح عليه السلام لما غلوا في الصالحين والأموات وعبدوهم من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، اتخذت القبور مساجد في كثير من الأمصار، بنيت عليها القباب، وصرفت لها كثير من أنواع العبادات، وطلبت منها الحوائج من دون الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ما سأل عنه من هل يخرج القبر من المسجد أو لا، فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر، فإن كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه بعد ذلك فالواجب هدم المسجد ويبقى القبر على ما هو عليه، لأن الأحقية للقبر، والمسجد هذا مسجد أسس على الشرك وعلى معصية الله ورسوله فيجب هدمه. أما إذا كان العكس، فهو أن المسجد بني من الأول على أساس شرعي وعقيدة سليمة ثم دفن فيه بعد ذلك، فالواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعود المسجد إلى شرعيته والتخلص من هذا الجرم العظيم. هذا هو ما يجب على المسلمين، فإذا كان لكم سلطة ومقدرة فنفذوا فيه هذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ووفق هذه الأمة إلى أن تطبق أحكام دينها وما وصى به رسولها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. لو فرض أن المسجد كما تفضلتم هو السابق، نعم، قبل القبر، فما حكم الصلاة فيه قبل أن ينبش القبر؟ ما دام أن المسجد فيه قبر ويقصد للعبادة والصلاة وذبح النذور فلا تجوز الصلاة فيه، لأنه أصبح آثرا شركيا ومعبدا جاهليا، لا تجوز الصلاة فيه. نعم. إذن عليهم فورا أن ينبشوا القبر وينقلوا هذه الجثة إلى المقابر. إذا كانت الجثة مدخلة في المسجد وحادثة فيه كما ذكرنا. نعم.